قد يكون التزلج بالعجلات واحدا من أكثر الألعاب الرياضية إمتاعا وتسلية، لكن الأمر يتضاعف حين تضاف إليه الكرة ويتحول إلى لعبة جماعية، وهو ما تحقق بالفعل من خلال رياضة الرول بول التي صار ذات شعبية متصاعدة في العالم العربي وبالأخص في مصر. أنا مريم بهجت، كابتن فريق منتخب مصر رول بول، عندي 16 سنة. دلوقتي هوريكم تفاصيل اللعبة رول بول. أولا السيفتي طبعا بنلبسه أهم حاجة عشان الوقاية، وطبعا السكيت أهم حاجة أكيد، والهلمت عشان أي إصابات. أول حاجة نلبسها السيفتي. السيفتي بعدين نلبس السكيت بقى بعدها. بعد كده نلبس الهلمت. تمام كده جهز. هي لعبة الرول بول مكونة من كذا لعبة في نفس الوقت، هي جول الهاند بول مع كرة الباسكت بالسكيت، ومكونة من 5 لعيبة وجول. مبدئيا يعني باخد الكوره، بنعمل الحكم تدينا كوره، وبنبدا بقى نعمل باصات وكده، ومفروض طبعا نعمل دريبل عشان في مارشيه، لو اكتر من 3 ثواني ماسكه الكوره ده بيتحسب مارشيه. وطبعا ما ينفعش في لاين، ما ينفعش اعديه، ده لو اتحسب برده يتحسب لاين، الكوره تروح للفريق الثاني. وبس اتمنى ان اللعبه تتعرف يعني وكده، لان احنا طبعا فرصتنا هتبقى احسن عشان احنا واخدين عائنا بالكامل يعني. اللعبة بدأت في الهند ثم وسعت رقعتها الجغرافية حتى أقيمت أول بطولة لكأس العالم عام 2011 بمشاركة 16 منتخبا موزعة على قارات العالم القديم الثلاث، ما كان دفعة كبيرة نحو الانتشار وإثارة الاهتمام بهذه الرياضة التي تمثل مزجا بين ثلاث لعبات. والله يعني كبداية الموضوع حصل صدفة، انا كنت في الامارات وبدات اتعرف على اللعبه هناك فعجبتني جدا بصراحه. الاول كنت بمارس السكيت بشكل عام، اول ما اتعرفت على اللعبه عجبتني بدات امارسها بشكل مبسط كده في البدايه، وبدات اتعرف عليها واتمرنها، والحمد لله يعني اختاروني في فريق، كان في فريق بيشارك من دوله الامارات في بطوله العالم، شاركت معاهم في 2011 2013، دي كان اول عالم في اول بطوله عالم في الرول بول، والحمد لله حققنا نتيجه كويسه، جبنا 3 رابع وحصلت على احسن لاعب في العالم ساعتها. ومن ساعتها وجانا جالي ادمان للعبه بصراحه، جيت مصر وبدات بقى في الرحله ان احنا ننشر اللعبه جوه مصر والدول العربيه. بدات رول بول في سن اعدادي تقريبا من خلال الكابتن احمد حسن، هو اخويا الكبير، كان ساعتها احسن لاعب في العالم 2011، وانا بدات بعدها، كانت يمكن اول مره اترشح للمنتخب 2013 و2015، اخر مشاركه ليا دوليه كانت في 2017. كنت كابتن المنتخب من 2017 ل 2022، واخر مشاركه ليا كانت في بطوله العرب في اسكندريه، حققنا فيها المركز الاول باسم نادي سموحه، كان فيها دول من السعوديه ومن اليمن والسودان، وكان في دول كتير جدا، وكانت بطوله قويه جدا، كانت اول بطوله دوليه تتعمل في مصر واول نسخه من البطوله العربيه. والله يعني اول ما جيت طبعا ما كانش حد عارف اللعبه، ولا كنا اصلا كل عدد اللي بيمارسوا رياضه السكيت قليلين جدا، فبدات اتعرف عليهم، بدات ادرب صحابي اهلي قرايبي كده، لغايه ما بدانا نبقى نكون موجودين. الحمد لله بدانا نحاول نعمل فريق، شارك في بطوله العالم 2015، كان عددنا قليل وطبعا كان عندنا صعوبات كبيره في ان احنا نسافر وتصاريح السفر والحاجات دي كلها، بس قدرنا ان احنا نشارك وعملنا يعتبر نتائج كويسه، وبعديها رجعنا بقى خلاص يعني كان عندنا حلم وهدف واضحين جدا ان احنا نعمل فريق كامل وننشر اللعبه بشكل كبير جدا في مصر. بدانا نتواصل مع الانديه اللي موجود فيها السكيت وعلى اللعيبه خلال من اول 2015 لغايه 2019، قدرنا نعمل قاعده كويسه للعبه، قدرنا نشارك بفريق جاب ثالث عالم في 2019، يمكن 2016 هي كانت اول
منافسه رسميه بيننا. الحمد لله كنا جبنا ثالث افريقيا وخدنا خدت احسن لاعب في افريقيا ساعتها. الناس بدات تسمع عن اللعبه وتعرفها وتهتم بيها. ومن هنا الحمد لله يعني في 2022 اتشهر الاتحاد بتاعنا، وكان موجود قبليها عدد فرق بتشارك في اللعبه في محافظات كتير في مصر. الطابع المرح للرول بول جعلها قبله للاطفال من الجنسين، فبمجرد إجادة التزلج يمكن البدء في ممارستها، وهو أمر يجعلها كهواية لا تتقيد بسقف عمري، ما يؤكد وضعيتها كلعبة جاذبة لمختلف الشرائح باستمرار. أنا واحد دين وعندي 14 سنة، ودخلت بطولة عالم من رول بول وكنت أصغر واحد، وبلعب في منتخب مصر وبلعب سبيد سباقات سرعة سكيتنج، واخدت بطولة الجمهورية أكتر من 7 مرات. انا اسمي تاليا عندي 10 سنين، انا كنت بتمرن سكيت، لقيت وانا بدور على الحاجات في اليوتيوب لقيت الرول بول، فرح كنت عايزه اجربها، فرح لقيت في بطوله، فرح استاذنت ماما وبابا ان انا ادخلهم، دخلتها واللعبه عجبتني جدا، عشان يعني سبورت مي ليها وعايزه ادخلها دايما. في خلال السنتين اللي فاتوا قبل اشهار الاتحاد بالعديد من المهرجانات ترويحيه او مهرجانات وديه على مستوى عربي ومستوى محلي، كان اخرهم بطوله العرب للرول بول، وشارك فيها دول من خارج مصر زي السعوديه، وشارك فيها فرق كتير من داخل مصر محافظات عده يعني. يعني احنا الفتره دي احنا اخذنا خبره وابتدينا نعمل ميديا كبيره جدا للرياضه، وابتدينا نجذب عدد يعني الحمد لله لا باس به. دلوقتي ابتدى يسجل اعداد كبيره جدا من الفرق لجميع الاعمار، بدايه من تحت 8 سنين لحد العمومي فوق 18 سنه، عندنا اعمار متفاوته يعني. ميزه السكيت او الرول بول كمان بشكل كبير اي عمر يقدر يشارك فيها. يعني احنا في بطوله العالم كان في منتخبات عندها لعيبه فوق 50 سنه وكانوا بيشاركوا ما فيهاش مشكله، فالعمر عندنا مفتوح، فدي كمان مديها ميزه كبيره، اي عمر بيقدر يشارك، يعني اصغر من 8 سنين، اي حد بقى فوق 30 40 عنده قدره ان هو يلعب بشكل احترافي فيقدر يشارك طبعا. اكيد حضراتكم ملاحظين ان في ناس كتير بدات تلعب سكيت، فاحنا لما نلعب سكيت مع الكوره بقى هيبقى الموضوع سهل، يعني مجرد ان انا هجيد السكيت هقدر اعلم مهارات ده، فهي سهله الانتشار جدا، بالاخص ان هي ملعب هاندبول، فمش محتاجه ملعب خصوصي، مش محتاجه، وكورتها كوره باسكت، فيعني ممكن فيها امكانيه ان احنا ممكن نلعبها بطرق بسيطه يعني، فهي سهله الانتشار وهي فعلا انتشرت. يعني احنا كنا كام نادي ودلوقتي حضرتك في بطوله كاس مصر لوحدها بنشترك 27 فرقه مختلفه في مراحل مختلفه. قوانين اللعبه ولوائحها تساعد كذلك على انتشارها، فهي لا تحتاج الى مواصفات قياسيه للملعب، وهو ما ساعد الاتحاد المصري للرول بول على تدشين بطوله كاس مصر لمشاركه 27 فريقا من الجنسين مثلوا 5 محافظات في النسخه الاولى من المسابقه. انا اصلا دكتوره في كليه التربيه الرياضيه للبنات جامعه اسكندريه، وكنت بلعب لعبه هاندبول يعني في الكليه وقبل الكليه، وهي لعبه شبيهه اصلا بالهاندبول. الفرق بينها وبين الهاندبول ان هي دي بتتلعب بكره شبه الباسكت شويه، نفس مقاسات الباسكت، الجون اصغر شويه، احنا في الهاندبول الكره 6 الدايره بتاعت الجون دي 6 متر هنا 4 متر. شوطين برضو بتتلعب ضد فريقين نفس الفكره، الفايز بالنقط اكتر، المارشي بتاعها مختلف عشان هما طبعا على سبيد على سكيت يعني مش مارشي زي الهاندبول. هي كقانون هي مش صعبه، يعني هي مجرد ان اللاعب هيجيد السكيت مع شويه مهارات من كره اليد والباسكت هيقدر يلعب كويس. يعني في لاعبين كتير بعد ما كانوا بيلعبوا هاند وكده بداوا يتمرنوا سكيت وبقوا كويسين جدا في اللعب. والله مس السكيت يعني لعبه ممتعه ومسليه بشكل عام جدا، مش حد بيقدر يخش السكيت ويسيبها، والرول بول ليها مميزات كتيره جدا تخليها يمكن اكتر لعبه ناجحه او هتبقى اكتر لعبه شعبيه في العاب السكيت كلها. اللعبه مش بتحتاج تكاليف عاليه، مش بتحتاج ملاعب مش موجوده، بتلعب في اي ملعب 20 في 40 او ملعب سله او ملعب هاند بول اللي هو اكبر مقاس، بتلعب بكره باسكت. يمكن في مصر الباسكت والهاند هي اكتر لعبتين شعبيتين بعد كره القدم في الالعاب الجماعيه، والرول بول جمعت ما بين الاثنين، ما بين مهارات الباسكت وفكره الهاند بول بشكل اسرع بكتير واقوى في تنافس. ويعني اعتقد في الفيديوهات هيبان جدا اللعبه مسليه جدا لاي حد قاعد بيتفرج بره، وبتشد كل الناس سواء مشجعين فما بالك بقى باللعيبه. مساعي تطوير الرول بول في مصر لا تتوقف، بما يبشر بمزيد من توسعة رقعة ممارسة اللعبة لتشمل فئات جديدة. محتاجين طبعا اهتمام الصحافة، والحمد لله يعني بدأت ان هي يتكلموا
يتكلموا عن اللعبه، وده كان جانب مهم ان احنا الناس تبدا تفهم ان اللعبه دي رياضه وليها مسابقات وليها بطولات. شغالين بشكل جانبي على كذا ملف بنفس الوقت، ازاي نطور اللعبه، ازاي نورد لها يعني موارد للصرف على البطولات والمسابقات. احنا الفتره اللي جايه باذن الله في مفاجاه كبيره كده هيعملها الاتحاد المصري، هنبتدي ندخل الرياضه دي لذوي الاحتياجات الخاصه او الاشخاص ذوي الاعاقه، الاطفال، مراحل عمريه مختلفه، فدي هتعمل يعني هتوسع كمان قاعدة الممارسة بتاعت الرياضة لكل الأعمار وكل الفئات، سواء أسوياء أو كبار أو يعني معاقين أو أيا كان، أطفال عندهم مشاكل سلوكية، هنبتدي نخش الفئات كتير جدا.